مساء الخير يا دكتور والف مبروك. ربنا يبارك فيكي وان شاء الله دايما يا رب. اقول ايه؟ اولا الحمد لله على سلامة حضرتك، انا عارفه ان حياتك كنت تعبان، الف سلامة. الله يسلمك يا ربي. عايز اقول لك الاتي، عايز اقول لك بعد ما دخلت المركز ده هستأذن المحافظ اني استخدم اشهر اغنية اتقالت، بس هغير كلامها. الغنوة اللي بتقول الاقصر بلدنا بلد سواح، انا هقول الاقصر النهاردة بلد افراح بعد 6 شهور. هقول انه اذا كانت الغنوة بتقول الاقصر بلدنا بلد سواح، لا، بالمركز بتاع فيروس سي ده هقول الاقصر بلدنا بلد افراح بعد 6 شهور فيروس سي ولا وراح. بعد 6 شهور تفتكر هتكون الاقصر خالية من الفيروس؟ تماما. ليه؟ هقول لك الحقيقة استاذ ريهام. صندوق تحيا مصر، صندوق تحيا مصر عنده مبادئ في العمل. اول مبدأ انه بيدخل في المشروعات الكبيرة. اقصد ايه بالمشروعات الكبيرة؟ المشروعات اللي عائدها بيكون مستفيد منه ملايين. عشان كده لما قلنا صب على مصر بجنيه نعالج الملايين المصابين بفيروس سي، نسكن ونأمن الملايين اللي في العشوائيات عايشين، علشان بالملايين نشغل ولادنا شبابنا العطلانين، علشان أطفالنا اللي بلا مأوى عايشين. وبالتالي كونسبت الملايين هو ده الموضوع اللي بيشتغل عليه فيروس سي. بمعنى ايه؟ فيروس سي يمكن من 3-4 ايام حضرتك شفتي ما بناش عشه، ما بناش بيت، ما بناش شقه، بنى مدن كامله. فده المفهوم الاساسي. 2، لما جينا اتكلمنا على فيروس سي اتعملت دراسات، اتعملت احصاءات. يؤلمني اقول لك انه الاحصاءات الاوليه بتقول ان المسجلين رسميا ممكن يكونوا في حدود 4.5 مليون مصاب بفيروس سي في مصر. في مصر، وده رقم يخض. ده المسجلين، سيبك بقى من اللي لسه ما يعرفوش انهم مصابين بهذا الفيروس. عشان كده الحقيقه اكبر كلمه عجبتني واكدت مفهوم صندوق تحيا مصر، احنا واخدين قرار في صندوق تحيا مصر الا ندعو الاعلام الا حينما يكتمل المنتج من الالف للياء. علشان كده ده سبب الزياره النهارده، وان في اعلاميين من كل القنوات علشان نشوف على الارض، ما يبقاش مجرد دعايه وكلام. التفاصيل، بتشوفي انجاز حقيقي، بتشوفي رؤى العين زي ما انت شايفه التفاصيل، من اول استقبال المريض بادميه، مرورا بالتشخيص باحدث الاجهزه العلميه، مرورا بتسجيله في قاعده معلومات مربوطة بوزارة الصحة عشان تبقي بتظبط الخريطة وبتشوفي انت كنت فين وراحة فين بفيروس. بس ده قدر كبير من ضبط النفس حياتك، يعني تحملته فترة شهور، الناس بتقول قعدتوا تقولوا انها تبرعوا، الفلوس بتروح فين، الفلوس بتروح، يعني قدرتوا انكم تضبطوا انفسكم برضو ولا تتحدثوا عن الانجازات حتى تتم فعلا بوادر؟ ليه؟ التجربة علمتنا وعلمت ناس كتير قوي، زمن التلميع والترقيع ما بينفعش بيه تبيع. زمن الإنجاز، زمن الإنتاج الحقيقي هو ده اللي بيخليك تصدقيني وتخلي اللي شايفيننا دلوقتي يحمد إيده في جيبه ويحط ولو جنيه. ليه يا أستاذ ريهام؟ أنت ما بتعالجي مريض فيروس سي، أنت بتعملي الآتي: بتحولي مواطن مريض فاقد القدرة الإنتاجية، فاقد القدرة على أن يكون عنده دخل، فاقد القدرة أن يدير أسرة. وشوفي كم الحزن في الأسرة اللي حواليه إذا كان هو رب الأسرة. طب لو كان طفل، شوفي حجم نفقات علاجه على نفقة أهله تبقى قد إيه. ومن هنا الشعار اللي احنا رفعناه في صندوق تحيا مصر: نتشارك. نتشارك بمعنى كل واحد حسب قدرته، كل واحد حسب مساهمته، علشان كل مصري يحافظ على صحته، عشان كل مصري يعيش دنيته، عشان كل مصري يلاقي شغلته. فخدي بالك الصندوق ده حقيقي. وعايز اقول لك جمله دايما بقولها ورغم اني بتحفظ عليها: انت عندك رئيس جمهوريه يملك من الشراسه في المتابعه لكل مليم بيتصرف. اكبر رقمين اعلن عنهم ايه؟ اول مليار كان للعشوائيات، تاني مليار كان للكوارث والازمات. بقف واقفه بقى قصاد الكوارث والازمات.
ما دفعناش فلوس تعويض لمواطن، لا احنا دفعنا جزء تعويض المواطن، لكن بقيه المبلغ استثمر في البنيه الاساسيه التحتيه. ليه؟ تجنبا لحدوث الازمه او الكارثه مره اخرى. ده اللي بنسميه من غير كلام كبير التنميه الحقيقيه، انك بتنمي المكان. لكن اهم من تنميه المكان البني ادم، خدي بالك. فاحنا دايما بنقول المواطن اللي هيجي هنا في هذا المركز هيتم توعيته، هتلاقي القاعة دي مليانة شاشات، أهله اللي قاعدين بيتفرجوا عليه بيستنينوه وبيتعجلك، هيبقوا بيتعرفوا رسالة إعلامية، إزاي تحمي نفسك، إزاي تكشف عن نفسك، إزاي تكتشف مبكرا إن أنت عندك هذا الفيروس الكئيب وهذا الفيروس العين. ده صندوق تحيا مصر. فعمرك صندوق تحيا مصر يا مدام سيدريان في الآخر ما بيفتحش كشك، بيفتح مصنع زي ما قلت حضرتك، ما بيبني، ما بيديش معونه، لان المعونه بيعالج مشاكل كبرى جذريه والدوله وحدها غير قادره. ولكن دايما بقول الكلمه الاتيه، هذا الصندوق ليس بديلا عن الدوله. في ناس بتقول هي الدول بتتبني بتبرعات، انا ضد كلمه تبرع يا مدام هام. امال هي ايه لو مش تبرع؟ هي مشاركه، هي مساهمه، بان انت بتساهمي في الاتي، بتساهمي تحمي جارك حتى لا يعديكي، بتساهمي بصي بقى تشغلي شاب حتى لا يصبح عنيفا وليس منتميا لوطنه. انت لما بتشغلي مواطن زرهام بتشعري بالانتماء، بتحسسي انه ابن هذا الوطن. دلوقتي واحنا يعني خلاص رمضان هل علينا، عايزة برضو أقول للناس اللي بتخرج زكاتها، في ناس متعودة وناس كتير إنه في رمضان بتخرج أموال الزكاة. أولا احنا عارفين إن في فتوى بهذا الشأن، فخلينا برضو نوجه كلمة للناس اللي عندها أموال زكاة ولسه بتفكر هتحطها فين وفين. شوفي أنت عندك الزكاة والصدقات، خلاص ده يجوز وده يجوز، ده الاتنين بيروحوا في تمن مصارف معروف، هي مصارف الزكاة إيه والصدقات إيه. الفتوى اللي طلعت من دار الإفتاء المصرية إنه التبرع أو المساهمة في صندوق إحياء مصر فعلا تدخل في بند الزكاة والصدقات، وأعتقد هذا الشهر الروحاني. لكن أنا بس عايز أقول حاجة، أنا مش جمعية خيرية، أنا مش مؤسسة صغيرة، أنا كيان وطني كبير، ودايما التحديات الكبيرة عايزة مساهمات كبيرة وعايزة أفكار كبيرة، وأنا آمالي في الشعب المصري اللي الخير بيجري في دمه كبيرة. الشهر ده أنا متفائل بيه، لأنه أهو من أسبوع كنا بنفتتح مدن تحيا مصر، والنهاردة بنفتتح أول مركز هيعالج 2000 حالة كل شهر، ده في مراحل الأولى. لكن والعلاج بياخد قد إيه وقت؟ شهور. وخدي بالك لازم أوجه الشكر مش بس لوزارة الصحة، انت لو تعرفي الشركات اللي بتنتج الأدوية اللي بتنتج العلاج قدمت لنا مقترحات، من ضمن مزايا المركز ده انه هيبقى عنده مركز بحوث يختبر اكثر العقارات فعالية واقلها تكلفة، وبالتالي كل شيء في صندوق تحيا مصر محسوب. ودي كانت تغطيتنا من خلال قناة النهار اليوم لمركز تحيا مصر لعلاج فيروس سي في الأقصر. هذا المركز اللي بيقدم أمل جديد وأمل كبير لكل أهالي الصعيد مش الأقصر بس، إن هم إن شاء الله يتلقوا العلاج اللازم والعلاج المحترم لفيروس سي على أفضل المستويات العالمية إن شاء الله. إحنا اللي قادرين كمصريين إن إحنا دايماً نساعد نفسنا ونساعد بلدنا إن هي تكون أفضل. بفضل حضراتكم، بفضل تبرعات المصريين، أصبح هناك هذا الصرح المحترم المشرف على أرض الأقصر، إحدى أروع الأماكن في مصر وعاصمة السياحة العالمية. شكرا لحضراتكم، ودايما وأبدا تحيا مصر.